إذن تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. وكيف كتشوفوا معنا أولياء الأمور الآباء والأمهات ديال هالتلامذ، يعني القسم التحضيري، دايرين وقفة احتجاجية في هذه المدرسة، المدرسة الابتدائية أم البنين، كيتفاجئوا بأن وليداتهم حولوهم مدرسة أخرى بدون العلم ديالهم. السلام عليكم اختي. حنا في اول دخول المدرسه سجلنا وليداتنا مدرسه ام البنين. من بعد توصلنا المديره، عيطت علينا في واحد الصباح قالت لنا وليداتكم ما يبقوش يقراو في ام البنين، يقراو بنو عرب. حنا وليداتنا بغيناهم يقراو في هذه المؤسسه كقريبه لينا الحي ديالنا. وشنو قلنا لها السبب؟ قالت لك السبب على حسب، ما كاينش اساتذه. حنا كانت عندنا، حنا عندنا استاذ ما كاينش بنو عرب، اما حنا عندنا استاذنا وحنا 23 تلميذ. ما يمكنش استاذه و23 تلميذ غادي يهزوهم وغيديهم بنو عرب. قالت لك كاينين خاص وليدات تما يقراو. قلنا لها ماشي مشكل، هاد الوليدات يجوا معانا هنايا ويقراو هنا ونديروا افواج. رفضات هاد المشكل، ومع العلم كاين واحد القسم لتحت كبير خاصو غير يتصلح. حنا كولي اولياء امور حنا بغينا نصلحوا، ما عندنا حتى شي مشكل. حنا يبغينا وليدات، حنا كنطالبوا وليداتنا يقراونا، حيت لهي ما كاينش الامن، كاين كيران، كاينه محطه طرقيه باقا مسدوده دابا. كاين الاسباب اللي خلات لهاد المدرسه يحولوا لكم وليداتكم، شنو هي الاسباب؟ حيت قالت لك اللي هي بن عرب ما كاينش استاذ، حيت هاد الاول قالت لك حقا ما يعني الوليدات ما خصهمش، علاش ما يقراوش؟ حنا قلنا لها ما عندناش مشكل، الوليدات يجيو يقراو معنا هنايا. هما رفضوا، قالت لك هنا اقسام، عندي الاقسام، قالت لك عندي صغار. حنا كاين قسم تحت كنأكدوا عليه، حنا نصيبوا كولياء امور ويقراوا وليداتنا. حنا من حقنا نخافوا على وليداتنا. علاش ما بغيتوش مدرسه اخرى؟ ما مأمناش اختي، كاين الافارقه تما كيدوروا، كاين افارقه بعيده علينا. هذا وكاينين مدرسه، وكاينين مدرسه حداها مهجوره، وكاينين الكيران. حنا ما يمكنش انسان غادي يدخل وليده يقرا ولا شي حاجه ويخرج يضربوا شي كار، يتعدى عليه شي واحد، بلاصه خاويه تما، الانسان كبير كيخاف منها. اذا كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا وليدات الصغار القسم الاول من الابتدائي، منعوهم من دخول هذه المدرسه من اليوم الاول. اليوم الاول ديال بداية الدراسة للأسف. السلام عليكم أختي. المشكل ديالنا أختي حنا قيدنا وليداتنا في ديك في هذه المدرسة هذه أم البنين. واحد النهار قالت لنا، عيطت لنا المديرة قالت لنا راه وليداتكم حولنا لكم مؤسسة أخرى. وهذيك المؤسسة مني سولنا على الأسباب قالت لك هذيك المؤسسة الأخرى ما عندهمش أستاذ. حنا كان عندنا أستاذ، كانت عندنا أستاذة اللي كتقري الدراري وكنت متبعة معاهم في الجروب. من بعد الزو الأستاذة داوال تماك وتا وليداتنا حولوهم تماك. حنا ما يمكنش لينا نخليو مؤسسة قريبة لينا وفيها وليداتنا الأخرين ويقسمونا حنا على جوج، نمشيو نديو هادو لهنا ونجيبو لهادو لهنا، كيف غنديرو لها؟ وهذيك المؤسسة أصلا ما مأمناش، مشينا دخلنا ليها راه شفناها ما مأمناش وما مصلوحة ما حتى شي حاجة. وهذا الشيء كامل حنايا ما كيهمناش، المهم حنايا وليداتنا قيدناهم في هذه المؤسسه، يبقاو في هذه المؤسسه. درنا معاهم جميع الحلول، ما بغاو يديروا معنا حتى حاجه. اهم حاجه كطالبوا بها هي كتقول لكم المديره ديال المؤسسه، كتقول لكم عندي بلاغ. عندها بلاغ ولكن ما وراتوش لينا. هي قالت لك عندنا، عندي بلاغ ولكن ملي قلنا لها عطينا البلاغ نشوفوا. الامهات غدي اخرين تقول لهم لا، تلقيت اتصال هاتفي فقط. هذاك الشيء اللي قالت لنا، قالت لنا تلقيت غير اتصال هاتفي. واش عند ما حتى واحد ما عنده الحق يحول لك الدراري من غير اولياء الامور؟ اللي خصنا نسينيو حنا ونحولوا وليداتنا. حنا وليداتنا قيدناهم هنايا يبقاو هنايا صافي. خلينا نتفاوضوا على وليداتنا. نعم لاله. معنا المشكل ديالنا اختي كما قلت لك قبيله، حنا المشكل ديالنا هاد الناس هادو غيحيدوا الابتدائي الاول كامل. اي بمعنى هاد المدرسه هادي غتحط خمس سنين ولا ثلاث سنين ما غتبقاش، يعني ممكن تحيد القسم على قدو
كيولي غير الثاني مباشره. دابا ما كاينش تحضيري هاد المدرسه ما كاينش فيها تحضيري الخطره باغي يحيدوك، يعني غيبقى الثاني والثالث والرابع والخامس العام الجاي يعني غتمشي هاد المؤسسه هادي. هذا هو اللي بغينا نقولوا. واتخذ قرار بلا علم الجامع، هاد القرار تخذا بلا علم الاباء، راه حتى واحد ما علموه، راه ما فرص حتى واحد، راه ما بين لولا وضحى قالت لك المسار ديالكم راه مشى مع العلم، راه حنا خلصنا. وهاد الهاو هذا راه فيه اسم ام البانيه، هاو ها هي انا فين هاي مؤسسه ام البانيه، راه مصيح هذا خلصناه. هاد المدرسه اللي حاولوا لكم وليداتكم فيها فين جات؟ جات اختي هنا فين حدا المحطه، ما بعيداش غير دابا حنا ما كندويوش على البعد، ما كندويوش على البعد، كندويو على ما كاينش النظافه، ما كاينش النظافه، ما كايناش، ما كاينش النظافه وما كاينش سميتو، ما كاينش وما كاينش سيكوريتي، والطريق ديالو خايبه، وكاين ومع العلم كاين المتشردين على الجيب كيباتو تما، كاين الشفاره، وحنا داكشي حنا ماشي شغلنا فيه، غير حنا ولادنا غنخافوا من داك المسائل. كتلحق دابا سيرتي دابا الليل المؤسسه غادا تخرج مع الخمسه ولا الخمسه ونص ولا السته، هذا ما خصوش يكون. حنا ناس خدامين. فوالا يجيو يبركو معنا اطابل ونريحو ويقولوا لينا راه غنحيدوا وليداتكم من هذا، اشنو الحل؟ ماشي تقول لي وديت المسار ديالك لهاد الدري هذا، راه لا يعقل باش ما بين الليل وضحاها تقول لك راه حنا دينا ولادكم راه دينا من المقبره او دينا من ابو العربي ولا الام العربي، لا يعقل. اجاو لي الناس، ها شنو القرار اللي تخاد؟ ها المسائل اللي غناخذوا؟ ها اللي خدينا؟ اشنو الراي ديالكم؟ تاخذ الراي ديالنا، هذيك الساعه اللي قبل فهو كذلك، واللي ما قبلش راه يهز ولده ويديه بيدو يقيدو. يقيدوا في المعجب، ان باش تاخذ هي وتفرض عليك واحد الحاجه مفروضه، الا مفروضه عليها هي ما تفرضهاش علينا احنا. هذه مؤسسه ديال العموم، مؤسسه عموميه ماشي ديال الفلوس، هذه عموميه ديالنا ديال الشعب، كنخلصوا فيها الضرائب، كيخلصوا فيها بزاف الحوايج، كتخلص من فلوسنا، راه لا يعقل كتخلص من الوزاره هاد السيده هذه، الوزاره ما كتخلص من فلوس الشعب، والشعب كيتسرق حقه في هذه المساله هذه. لا يعقل بين بحنا ما بين الليل وضحاها تجي تحيد لينا حنا هنا فين قسم على قدو وتخرج لنا ولادنا، علاش؟ واش بغيت تحيدي الوتاد؟ راه بحال الخزانه، راه لحيدتي لها الوتاد كيبقاو على الخيوط كيديها البرد، شكون اللي كيبقاو؟ العيون العقول الخاويه، راه لا يعقل باش الدراري الصغار من السول من باقي الصغار وغادي تحيديهم انتيايا وديهم بلاصه اخرى باش يتعلموا اشنو يديروا، اش غتعلم؟ يشوف يخرج يلقى متشرد شاد واحد ميكا واحد شاد قرعه، هادشي اللي غنعلمو حنا وليداتنا ودراري صغار كيسجلوا، ماشي كبير 5 سنين 6 سنين 10 سنين 10 سنين 11 عام ماشي مشكل، ولكن هذا باقي صغير باقي ما عرفش يمشي حاجه حتى للمرحاض، راه لا يعقل الا ما داتوش مو راه ما يمشيش. هذا هو اللي بغينا نوصل لك، والسلام عليكم. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا كنتواجدوا معكم من أمام المدرسة الابتدائية أم البنين، هناك وقفة احتجاجية لأولياء الأمور، ما عجبهمش الحال نهائيا بما قامت به اليوم المدرسة الابتدائية أم البنين، حولت يعني القسم الأول من الابتدائي بأكمله إلى مدرسة أخرى بدون إخبار الآباء بذلك، والآباء طبعا كيطالبوا اليوم إذا كانت عندهم شي بلاغ أو وثيقة رسمية تثبت انتقال التلاميذ. وليدات سحاق داك غادي يمشي يحضر المحطه الطرقيه صحيح الروسي وتعطينا قرشه تبيني زيت ما خاص كانت في الليل علينا انت حنا وليدات ما كاين امهات حنا كنعرفوا بعدين ما كاين امهات كيردوا البال 400 دري كيحدوا إذا المشاهدين كنتم معنا من أمام المدرسة الابتدائية أم البنين،
كيف ما شفتوا معنا اول يوم من الدخول المدرسي، اولياء الامور كيتفاجئوا بانتقال وليداتهم اللي في القسم الاول من الابتدائي، هما كيطالبوا الى كان بلاغ يشوفوا بعينيهم.